أفشا ثلاثي وسط الميدان، زيزو مع حسين فيصل، مع حسين فيصل وكذلك مروان حمدي. المنتخب درب للاعبين، با 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 رائعة، كرة رائعة فوق الرؤوس، يا سلام الراسية من منتصف غياب حد هنالك عن مروان حمدي. مروان في الجهة اليسرى، توزيع وسهلة لمحمد أخرى، وهنا الكرات، التوزيع دراجر وترجع لمحمد دراجر، مسألة المراوغة محمد يوصلها من هنالك، أوه يلحق على الجزيري وكذلك يوسف المساكي. تغطية دفاعية في اتجاه اللاعب أكرم توفيق، أوي 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 أوي، كرة لم تمر وما زالت مصرية، أعتقد في الجهة المقابلة خلف مايس حسن، كرة ضايعة بعيد أو شد يكون في ركلة جزاء، ركنية المساكي بالراس، مرت سلامات حنا بعلى عربي، يوصل الجزيري، الجزيري وحنا بعلى الجزيري، عايده من حجاز الممتاز من هنالك بحثا عن حسين فيصل لم يقدر عليها امام بلال عيد، صفر مقابل صفر، مباراه سندخلها عندما يسرى غير الاستحواذ مهم في بدايه المباراه. مهيان غيلان، غيلان في العمق يبحث عن المساكن، يراقب احمد فتوح، كره بعيده، كره بعيده، كره بعيده، وفي اتجاه الحارس معز، اكرم زيزو، اكرم زيزو، اكرم اكرم اكرم، اي اي يوسف، يوسف 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 يلعب، اوي 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 يوسف المساك ده لعب كثير مركز من هنالك على الجهه اليمنى، بن حميد كورتو مع ياسين مرياح، تلعب بالنار يا ياسين، تلعب بالنار يا ياسين، صدى عمرو سليه، عمرو يرفع كوره بعيده يا عمرو، يا عمر فرجاني ساسي، الحكم خلى اللعب، راحت لحنا بصل، حنا بعد المرة الثانية يخطف الكرة والحكم يقول لك في خطأ لصالح نصر. ناحية أحمد حجازي كرته قصيرة، تونس أفضل لحد الآن في الربع ساعة الأول، تونس أكثر مبادرة وتونس أمامه، زيزو لم يمر، والحنا بعد نفذ ركنية مرفوعة خطيرة بالرأس، وسهلة الكرة هذه، دراجير راح، دراجير راح، دراجير رب، دراجير يوزع والركن، الصعود ومساعدة زيزو في حينه، ينطلق ينطلق حنا بعل، حنا بعل وبن حميد لمجدي أفشا، حاول يدخل مجدي، يلعبها في العمق، ضاعت الكرة، تستر يمينا وشمالا مقارنة بيسر المساكني، يجري ويسترجع كرات ويعرقل ويدفع وكل شيء بالنسبة لي، دراجير رائعة كرة محمد دراجير، المنتخبات لأن المنتخبات يجب أن تخرج ويبقى ميدا، توزيع خطيرة، رائعة الكرة هذه وخطيرة في اليوسف، كرة مصرية، كرة مصرية، كرة مصرية، وتسديدة، أحمد حجازي يسدد على طول، وجد بكل حال هو صار على كل لسان في هذه البطولة بفضل ذلك، الجزيري، الجزيري رقب كرة، الجزيري ما زال سيف الدين، أحمد حجازي في العمق، كرة ممتازة لزيزو من قبل أفشا، وتغطية دفاعية، زيزو منطقتهم، التسديدة أرضية وسهلة، أرضية وسهلة هذه التسديدة من قبل غيلان الشعلالي، رجعت نعم تحسدها، التوزيعة من عيفا، الكرة بالرأس والتغطية الدفاعية، دخل حسين يلحق عليه أحمد فتوح، رايح يا حسين، وين رايح يا حسين؟ حدنا بال، حدنا بال الراسية، أوي 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 أوي، في القائمة الثانية كوش تونسي بالكرة، غيلان الشعلالي الحكم خيدر الأمام، ياسين مرياح بالرأس، يتفوق ياسين، تروح من هنالك لعمرو السليه، الحكم خلى الافضليه، لا لاكرم توفيق، اكرم والدفاع سلم، اوي 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 اوي، الكره ضاعت، حمدي فتحي يسدد وتروح للجزيري، كان بالمصريين عادوا وكان بعناصر المنتخب المصري، رجعت تنتهي لعمرو السليه، عمرو وكره قصيره، وبابا جول، وبابا ضاعت، يا سلام ضاعت فرصه لا تعوض، ضاعت فرصة لن تتكرر بالنسبة للمنتخب فيها المدرجات، حنا بعل كرة قصيرة تمر مين، هيلة هيلة هيلة، اوي 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 اوي، دراجير 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 دراجير، والكرة في الركنية خطير، بابا بابا بابا، تزيد مرة سلامات، الحراس تغطية دفاعية ما زالت الخطورة بالرمضان، بابا 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 بابا، تزيد بعل مرفوعة في القائمة الثانية بالراس وسهلة لمحمد الشناوي، ودراجير 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 ودروغولو، كل الركنيات التوسع من هنالك على الجهه اليمنى، بالرمضان يحاول يطلع، والتغطيه الدفاعيه تروح في التماس، رائعه يوزعها القائمه الثانيه، الراسيه، لا 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 لا، الراسيه من هنالك من احمد، زيزو زيزو زيزو، بابا 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 بابا، دراجير في التغطيه، اذا فعلها المنتخب المصري سيكون فعلها لك، وفي الاستحواذ وفي السيطرة فتدفع الثمن، محاولة انطلاقة من هنالك، تدخلات قوية من عناصر المنتخب للأمام، البحث عن الجزيري لم يقدر عليه، اسمع لا
اللاعبين. يلا الكرة تلعب في الجهة اليسرى في الخطا، يقول الحكم لصالح نصر ادراجال والتوزيع في القائمة الثاني. تغطية دفاعية، تغطية دفاعية من هنالك من قبل المدافع بلال عيفة، تروح لغيلان الشعلال، فحا بعيدة الأمام، بعيدة 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 وسهلة لمرسولية، كرة خطيرة، لا راحت مباشرة لمعز صمدان زيزو زيزو في خطا في اللعب الهجومي في خطا هنا من منتصر طالب الجزيري الجزيري الله يبر رمضان طرقه سريعه محمد شريف التسديده محمد شريف يبدع فيها منذ دخوله بالرمضان والدفاع يسدد كور ميدا والتوزيعه القائمه الثانيه بالراس والدفاع يخرجها وحنا بعد رجع مرة ثانية هاي صعبة هاي صعبة هاي صعبة داخل منطقة لعبة هاي صعبة دراجير 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 وتغطية دفاعية رائعة من محمود الونش الطريق الصغير حنا بعد يبعد عن يوسف واستدعى في خطأ الحكم يصفر خطيرة الدفاع مازال ويخرجها حيو زيزو مصطفى مازال مصطفى يراوغ الحكم كان قريب لم يقل شيئا مروان 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 فتح يا سلام يا بابا 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 بقول لا لا يتسلل كرة كرة خطيرة كرة خطيرة كرة خطيرة شناوي كرة رائعة لبن حميدة والشناوي سيخسر أو يتحمل المباراة لا قد يسجل هو أيضا في أي لحظة من هرديري أو يسرد ساكن الجزيري بابا 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 البطاقة الجزيري والبطاقة الصفراء صفر مع ايضا احمد فتوح اكرم توفيق لا يشارك في اللعب معناه ان المنتخب المصري في ظروف بعيده لمروان حمدي مروان مازال في صراع تغطي رمضان بالرمضان اولولا كره بالرمضان رائعه مرت سلامات صنعت فارق الكره خطيره زيزو استلم زيزو زيزو اولولا تونسيه اخر كره تلعب خطيره جول با 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 جول في منتهى الروعه جول هكذا هم التوانسة في اللحظات الأخيرة يفعلها جول ولا أروع سجل ضد مرمى